مع الأستاذة الدكتورة منال عمر. في الوطن تنفرد بآخر حوار بين وزير الدفاع والرئيس المعزول مرسي. السيسي بيقول حاول تمشي بكرامتك، مرسي بيقول أمريكا مش هتسيبكو. الصحفي بيوصف إزاي، هو مش كاتب اسم الصحفي، إزاي دخل جهة سيادية وفرجوه على شريط لقاء بين مرسي والسيسي، آخر لقاء بينهم من بعض. وبعدين بدأ ينشر الحوار اللي هو شافه على الشاشة. السيسي شرعية ايه؟ ده الظاهر مرسي قال انا مع الشرعية، انا يعني ليه الشرعية؟ فالسيسي بيرد عليه ويقول له شرعية ايه؟ جيش كله مع إرادة الشعب، واغلبية الشعب حسب تقارير موثقة مش عايزينك. السيسي الموضوع منتهي وما عادش بمزاجك، وبعدين حاول تمشي بكرامتك وتطالب من تقول انهم انصارك بالرجوع لمنازلهم حقنا للدماء بدلا من ان تهدد الشعب بهم. السيسي احنا يهمنا الشعب مش امريكا، وطالما انت بتتكلم كده انا هكلمك على المكشوف. احنا معانا ادله تدينك وتدين العديد من قيادات الحكومه بالعمل على الاضرار بالامن القومي المصري والقضاء. هيقول كلمته فيها وهتتحاكمه قدام الشعب كله. مرسي، هو انا محبوس ولا ايه؟ السيسي، انت تحت الاقامه الجبريه من دلوقتي. مرسي، ما تفتكرش ان الاخوان هيسكتوا، ولو انا سبت الحكم هيولعوا الدنيا. السيسي، خليهم بس يعملوا حاجه وهتشوف رد فعل الجيش. اللي عايز يعيش فيها باحترام اهلا وسهلا، غير كده مش هنسيبهم، واحنا مش هنقصي حد، والاخوان من الشعب المصري ما تحاولش تخليهم وقود في حربكم القذره. لو بتحبهم بجد تنحى عن الحكم وخليهم يروحوا بيوتهم. السيسي، أنا مسكت وزير الدفاع برغبة الكيش كله ومش بمزاجك، وأنت عارف كده كويس، وبعدين أنت ما تقدرش تشيلني، أنت خلاص لم يعد لك أي شرعية. مرسي، طيب لو وافقت إن أتنحى ممكن تسيبوني أسافر بره وتوعدوني إنكم مش هتسجنوني؟ وانتهى الحوار عند هذه الجملة بقول السيسي أنت من دلوقتي محبوس. تمام.